واعي وصار عارف صار مدرك يعني ويعرف حتى مين المخطئ وين الخلل وين هذه الامور. يقدم رسائل الان حتى يقدم رسائل للاعب للاداره المنتخب يقدم رسائل للمباريات القادمه قاعد يقدم دعم معنوي الان. صحيح ان امس كانوا زعلانين كلهم الان فاقوا من هذه الصدمه من اليوم قاعدين يقدمون دعم كبير للمنتخب السعودي راح تراهم ان شاء الله مباراه الاوروغواي مباراه مصر باعداد كبيره بدعم كبير باذن الله لان فقدنا كبيره بالله سبحانه وتعالى فقدنا كبيره باللاعبين باذن الله. باذن الله ان تكون هناك مصالحة للجماهير السعودية من قبل اللاعبين من خلال تقديم المستوى المقنع والمطمئن في المباراة المقبلة. تركيا أمس وصلت رسائل كثيرة بعد خسارتنا يحملون الإعلام مسؤولية الخسارة اليوم. أنت كيف تعلق أو ما هو موقفك من هذا الرأي؟ استمعت الأكيد وصلتك بعض الانتقادات. يعني أنا واحد ممكن من اللي تعرضنا للإساءات يعني. طب وش رأيك أنت في هذا الموضوع؟ يعني بعد مباراة الأمس أنا ما ألوم أي أحد بصراحة، أنا ما ألوم أي مشجع ووصلتني إساءات كثيرة في تويتر، لكن الله يسامح اللي تكلم ما في الأخير. هل فعلا الإعلام السعودي يتحمل جزء من هذه المسؤولية؟ ما أقدر أو من هذه الخسارة الثقيلة؟ ما أقدر أقيم الإعلام لأن شهادتي فيه في الأخير مجروحة يعني لأني أنا جزء من الإعلام. لكن أنا أقول كل دائما التعميم شيء ما هو جيد يعني مثل ما عندك إعلاميين غير جيدين ترى في إعلاميين جيدين قاعدين يقدمون مادة جيدة ومادة مفيدة. ولو تكلمنا عن الإعلام بالتحديد الفترة الماضية كان في ضبط للإعلام من خلال سواء هيئة الرياضة أو حتى من خلال الاتحاد الإعلام الرياضي كان في ضبط أكثر من قبل. يعني أصبح اليوم أنا جالس هنا أحسب حساب الكلمة قبل لا أطلعها يعني لأنه يعرف أنه في رقابة علي يعني في ممكن أقول كلمة غير جيدة وغير إيجابية أو كلام أتوقف بالنظام يعني مش تكميم أفواه أو أي شيء. دائما خلال اجتماعاتنا مع معالي رئيس الهيئة أو خلال ظهور الإعلامي معطي الجميع حرية الرأي انتقدني شخصيا انتقد عملي انتقد القرارات من أبسط حقوقك لكن لابد أنه عندك التزام بحدود النقد. النقد لازم ما يتعدى الحدود ما يكون فيه إساءة ما يكون فيه اتهامات مثل ما قلت لك الإعلام مثل ما هو جزء في النجاح أنا أرى أنه جزء في أي نتائج سلبية لكن لا نخلي الإعلام شماعة. عندنا أمور ثانية خلونا نحط يدنا عليها في سلبيات كثيرة خلونا نتكلم عنها. الإعلام ترى جزء بسيط يعني فدائما كنا نقول إعلام مثل ما هو شريك في النجاح هو شريك أيضا في أي إخفاق لكن لابد أنه لا نحمل الأمور أكثر من تحميلها. في ناس أو فيه جهات أو فيه مثلا أمور لابد أننا نركز فيها أكثر من تركيزنا على الإعلام قبل ما تجون عندنا هنا في